عادي شوف رد فعل مجلس اداره النادي الاهلي بالنسبه لتركي آل الشيخ واللي توقعه الاهلي بعد ما عرض عليه الرئاسه الشرفيه لنادي الزمالك. مجلس اداره النادي الاهلي اتصل هاتفيا بمستشار تركي آل الشيخ وقال له احنا نرفض انك تبقى رئيس الشرف للنادي الاهلي. اعتبر تركي آل الشيخ ده تدخل في انا بعشق النادي الاهلي وبتاع ورفض هذا الكلام. كان المستشار محمود منصور قال المعلومه دي عشان اوضح حاجه معينه اوصل له رساله اللي هو قال على نفسه ان انا مجرد شوال فلوس. يعني واخد راي حضرتك يعني انا ممكن حضرتك تستعين بيا ولكن تاخد رايي او ما تلغيش قراري لكن ما تستعينش بيا كراجل بدي حضرتك فلوس وبس يعني. فاصبح من خلال بيانه قال ان انا كلامي بمعنى كلامي ده اهانه ليا ولكرامتي ان انا ما فيش يعني احترام لكلمتي. لا هو كله ان انا بيستعينوا بيا في حاجه معينه بس. فايه راي حضرتك في الكلام ده؟ لا هو يمكن انا بالذات ما ينفعش ان احنا يعني بيني وما بينك هيبقى ما نرد على حاجه مش خاصه بينا احنا كنادي الزمالك. انا ما اقدرش طبعا حاجه مش خاصه مش بيا بس زي ما الدكتوره شريفه قالت احنا الحمد لله مستشار مرتضى بيعرف يجيب الفلوس كويس جدا. يعني انا اديك مثل بسيط موضوع انا من حته الذكاء اللي قال عليها بس ما هو انت عشان تجيب فلوس انت لازم تبقى انسان ذكي طبعا. عشان تجيب موارد لشركتك لناديك لازم تبقى انسان ذكي. لازم الذكاء بيجي من ايه؟ ان انا بطوع علاقاتي الشخصيه الكبيره على مدى العمر كله بالنسبه لراجل زي المستشار مرتضى اطوعها علشان اخدم على النادي اللي انا النادي رئيسه فعلا. فلما مثلا انا فاكر كويس قوي لما ابتدينا في 2014 العرض اللي جالنا من الشركه كان 19 مليون جنيه في السنه من الشركه الراعي. لكن لما هو حط دماغه فيها وكنت انا حظي كويس كنت متواجد معاه في اسكندريه وقتها في الفور سيزون معانا الاستاذ محمد كامل نفس المكان ال 20 مليون نعم نفس المكان في الفور سيزون بس نفس المكان ان ال 20 مليون جنيه تضاعفت بقت 40 وبقت 50 في السنه في اربع سنين في 200 تضاعفت ارقام خطيره يعني. قدر نادي الزمالك ان هو يقف على حيله قدر ان هو يسدد فواتير النور والكهرباء اللي ما كناش اللي ما كانتش بتسدد. اقول لك حاجه المجلس اللي الدكتوره شريفه كانت فيه مع الدكتور كمال درويش يمكن هي فاكره كنا بنلعب ماتشات الكاس اللي كسبناه في الجونه. عارف ان الزمالك ما كانش فيه فلوس ان احنا ندفع تذاكر الطيران للفرقه انها تسافر والمعسكر. جون كنا بنلم 50 60% مننا كمجلس اداره سنه تذاكر الطيران عشان الفرقه تسافر. وكان معانا احمد مرتضى كان معانا احمد مرتضى منصور وكان بيدفع وكان بيدفع